المشهد في منزل عائلة بشير لا يحتاج إلى تعليق بعد أن مات 3 أطفال حرقا وهم نيام بسبب شمعة كان يفترض أن تبدد الظلام الذي سببه استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن غزة منذ أسابيع، لكنها سرقت أرواحهم. الحزن والصدمة جعلهم لا يستطيعون الكلام، لكن بعض الأقرباء تحدثوا. حماس ودي الحكومة كلها وكل الدول كلها بنحمل المسؤولية. لو في كهرباء الأصغر كمان ماتوش. أمهم لا تزال في حالة صدمة. ونقلت إلى المشفى بعد انهيارها. واحد شيل بيت. ووالدهم أيضا أصيب بحالة إغماء فور استلامه لجثامينهم في المشفى. صبري ابن 3 أعوام كان ينام إلى جانب شقيقتيه، فرح 5 أعوام ومادين 7 أعوام. النيران التهمت ما في الغرفة بسرعة كبيرة، ولم يستطع الأهل سوى إنقاذ ريم وهي كل ما تبقى لهذه العائلة المنكوبة التي حملت المسؤولية للجميع. بحمل مسؤولية الكبير والصغير في هالبلد واللي برا واللي جوا، لأنه هذا ظلم. إحنا يا شعب الفلسطيني طول عمرنا نعاني وتبهدلنا في كل مكان، يصير فيهم في الآخر هيك أطفال أبرياء ما لهم الذنب يروحوا هيك؟ مش حرام؟ ورغم أن غضب الناس انصب على المسؤولين في غزة، إلا أن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس شارك في مراسم تشييع الأطفال 3. هذه فاجعة وكبيرة وكارثة إنسانية، بتحمل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، بتحمل مسؤوليتها اللي ما زالوا بيصمتوا على حصار غزة. لذلك نحن من وسط هذه المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة وبهذه العائلة الكريمة، نعلي صوتنا: أوقفوا هذا الحصار، أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوا هذه الكارثة الإنسانية. إلى متى يمكن أن يستمر الصمت العربي؟ كثير من الحرائق سجلت في الأسابيع الأخيرة، بعضها بسبب تخزين المحروقات والوقود داخل المنازل في غزة، كما أن صبري ونادين وفرح ليسوا أول الأطفال الذين قضوا بسبب الأزمة الراهنة. ففي الأسبوع الماضي أعلن عن وفاة الطفل محمد الحلو جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منزله، بينما كان مربوطا إلى جهاز تنفس اصطناعي كهربائي. شهد الكاشف، BBC، قطاع غزة.